أعطيت من قبل بوكواسا لدربي جديد نتمنى أن يكون مثير بين المولودية والاتحاد. الاتحاد اليوم باللباس الأبيض وبعد الخسارة الماضية في آخر الجولات أمام أولمبي شلف، ليس هناك أحسن من الفوز والظفر بنقاط الديربي من أجل العودة من جديد ومصالحة الجماهير خلال هذا الموسم. بامبو طويلة منه إلى الأمام، البداية ستكون مهمة جدا، نعرف البدايات في عالم كرة القدم عندها أهمية كبيرة، الدقائق الأولى مهمة جدا بالنسبة لكل فريق، كل فريق يبحث أن يسجل مبكرا حتى تسهل عليه المهمة أقول أكثر، وحتى يدخل في المباراة وحتى يقترب من تحقيق المبتغى المرجو ألا وهو النقاط الثلاث. لعبت الكرة أمامية في منتصف الميدان، صراع كبير سيكون من دون شك بين ميريلي وشيتا، أسامة وأكرم جديد أيضا من جانب الاتحاد، وحمودي وبوزكري أيضا وبن عبدي خاصة في الجانب الدفاعي، أتحدث عن حمودي وبن عبدي، بوزكري اليوم كالصانع لعب في غياب طبعا طاهر فتح الله، لم نشاهد أي شيء يذكر إلى غاية الآن، في انتظار أن يرتفع النسق أكثر ويرتفع الريتم ومشاهدة الأهداف بحول الله. كرة في وسط الميدان وصلت على الجهة اليسرى، بوزكري يحاول المرور، هذا شعيب على الجهة اليسرى ذبيح لكنها سهلة في متناول دفاع اتحاد الجزائر. طويلة من بنبوط في وسط الميدان إلى رمية التماس، الانطلاق الآن من أية الحاج مرة بشكل رائع، لارولاتو والتوزيع، فرصة خطيرة، ماذا قال الحكم؟ لمسة يد. آه يا مزيان. بوكواسا كان قريبا والاتحاد كان قريبا من افتتاح مجال التسجيل، لمسة يد فعلا يا مزيان، لمسة يد كانت موجودة، يتحدث إلى نفسه مزيان يقول لماذا لم تلمسي أيتها الكرة رأسي أو كتفي، عوض أن تلمس يدي وأقدامي. فعلا فرصة كانت صعبة جدا لعناصر اتحاد الجزائر بواسطة مزيان بعد ضغط في اللحظات الأخيرة من زمن هذه المباراة. وسط أهازيج جماهير المولودية التي تبحث عن نهاية مثالية في الشوط المباراة الأول، يتمكن شعيب من التنفيذ بطريقة ذكية قصيرة، فرصة وإمكانية وتغطية دفاعية تأتي من جانب عناصر اتحاد الجزائر، طويلة أمامية بحثا عن محيوس يتفوق في الكرة هذه أية الحاج، هذا وليس محيوس، عادت من جديد لبن عبدي، واللحظة مشاهدينا الكرام متابعينا أينما كنتم حيثما تواجدتم يعلن حكم المباراة الرئيسي لطفي بوكواسا نهاية شوط المباراة الأول. شيتا أسامة يرجع إلى الخلف بالعيد، تغيير اتجاه اللعب إلى الجهة اليمنى، أين يوجد سعد رضواني؟ يحاول المرور سعدي، يعود إلى الخلف في وسط الميدان، ضاعت الكرة، تركيز غايب، عادت إلى إيسو، تأخر قليلا إيسو إلى توكي، بدر الدين، العودة للخلف للحارس فريد شعال، حذاري يا فريد يا شعال، الإبعاد لم يكن موفقا للمرة الثانية، عادت لعناصر الاتحاد، عبد الرحمن مزيان هل خرجت فعلا؟ يقول بوكواسا خرجت، وغير راضي على قرار الحكم. مزيان نصيف يبحث عن زميل متحرر، نصيف يعود إلى الخلف، عليلات يأتيه الضغط من قبل مرزوقي، خروج بالكرة وتدخل من الخلف، الحكم يعلن عن وجود مخالفة، كرة لعناصر المولودية وصلت على الجهة اليسرى، هواري فرحاني أمام ميريلي مر، هواري فرحاني معتمدا على سرعته، التوزيع يستفيد من ركنية فعلا لمصلحة مولودية الجزائر الأحسن نسبيا في هذا الشوط الثاني من زمن هذه المباراة، مع تراجع عناصر اتحاد الجزائر إلى الخلف. على كل فريق ما تخدموش نتيجة التعادل صراحة، كل فريق يبحث عن تحقيق النقاط الثلاث من خلال هذه المباراة. ركلة ركنية إذا لفائدة مولودية الجزائر مع حلول الدقيقة 67، العديد من الركنيات والعديد من المخالفات لم تشكل الخطورة، الرأسية خطيرة، في وقت كنت أتحدث عن كثير الكرات التي
التي لم تشكل خطورة. المولودية ترد برصية قوية مفتتحة بوابة التسجيل. إنه بن عبدي هو من ارتقى وهو من سجل ويهدي هذا الهدف. لروحك الطيبة يا بلال، لم ننساك يا بلال، كنت لاعبا للاتحاد أو كنت لاعبا للمولودية أو لمختلف الأندية، ستظل في القلب، لم ننساك يا بن حمودة. هدف رائع من قبل بن عبدي، آخر من سجل هو بن حمودة، ومن يسجل اليوم هو بن عبدي، من يشعل فتيل المباراة ويلهب المدرجات بخمسة جويليا الأولمبي. لم نستمتع كثيرا، لكن على الأقل أعطونا أهداف رأسية خلفية لفرقة مولودية في شباك الاتحاد تعلن عن بداية المباراة. نعم ستكون بداية المباراة بعد هذا الهدف. أي ردة فعل لعناصر الاتحاد وكيف سيتصرف المولودية؟ هنا ستحضر المتعة لأن الخوف سيزول وسنشاهد مباراة أخرى تأخذ منعطف آخر. يلعب التماس للحظات فقط عادت لعناصر اتحاد الجزائر، فرصة لعناصر المولودية، مراوغة وفرصة تسديدة قوية ضاعت على عناصر المولودية، فرصة لمضاعفة النتيجة في الكرة الماضية بعد خطأ كبير في دفاع الاتحاد. فرصة كانت متاحة ولكن دفاع اتحاد الجزائر كان له كلام ورأي آخر. كرة طويلة من بنبوت إلى الأمام، آخر حملات الاتحاد، قراءة دفاعية موجودة، تحولت سهلة لفائدة بنبوت.